اسعار المحروقات. انتم لاحظتوا على ان السيد رئيس الحكومه في اللقاء الاخير اللي كان في مراسلات سالت الحكومه لم يجب على هذا الطلب اللي تقدمنا به، وكانت الغايه منه هو اعطاء فرصه من جهه السيد رئيس الحكومه باش يعني يبين على حسن النيه، ومن جهه اخرى كانت كذلك هذه اللجنه اليقظه يمكن لها تقوم بواحد العمل اللي قامت به اللجنه ماتيلتها على مستوى الازمه اللي عرفتها بلادنا ديال كوفيد. اذا كاين ارتفاع الاسعار، وتنسمعوا اما السبب هو البرد ولا الثلج ولا الحرب ولا المقاطعه ديال الحليب. المقاطعه ديال الحليب ما عندها علاقه نهائيا باللحوم، وراه هذا موضوع كذلك اللي معروف، وفقط الحكومه تفتقر لادنى استباقيه في التعامل مع القضايا الكبيره. اللي بغى يسير يعني بلاد خصو يتحمل مسؤوليته، تكون عنده اولويات، تكون عنده واحد الرؤيه، تكون عنده ما كاينش هذا الرؤيه للاسف. قانون الماليه تقدمنا مع الاخوان ديالنا، ودي فرصه باش نقول على اننا نقدم تعديلات مشتركه في قانون الماليه وفي القضايا اللي تنشوفوا على اننا يمكن نقدموا فيها تعديلات، ولكن هذا لا يمنع كل واحد منا باش يتقدم التعديلات ديالو بشكل اللي تيشوفوا مناسب لكل هيئه من الهيئات المحترمه، المرجعيه، التاريخ، الى غير ذلك. اذا من الصعب جدا باش نحكموا على بعضياتنا، وعلى اين راه التغول والعدد الكبير بزاف هو اللي جعل المعارضه تنظم نفسها بشكل يمكن نقول لكم دقيق ويعني معقول. اليوم قانون الماليه تقدمنا بعدد ديال التعديلات، تعديلات يعني مهمه جدا. القانون الاستثمار نفس الشيء، وهلما جرى دابا بالله علينا جميعا يعني هذه المعارضه اللي قدمت كم هائل ديال التعديلات بالمئات ولم يقبل ولا تعديل واحد حتى الفصيله، واش حنا مزلجين ما فهمنا والو، او لا الحكومه رافضه التعامل حتى مع التعديلات المعقوله؟ يعني مقترحات القوانين نفس الشيء، ودابا تنشوفوا على ان الحكومه تجي وفي غفلة من الجميع، اما تتعمل واحد المرسوم باش وقفات مؤقتا الضريبه على القيمه المضافه، او لا على الضريبه على رسم الاستيراد والاستهلاك الداخلي. واش علاش ما دارتش هذا الشيء محيط تقدمنا جميع بواحد التعديل تنقول اودي لنقوم بتجميد هاد الرسوم تاع لا تي في او لا تيك مؤقتا على المحروقات؟ تصوروا بان لو كان درناها فين غادي نمشيو؟ بالنسبه للاسعار غادي يكونوا اقل بكثير. الحكومه فضلات تبقى ماشيه بالشكل اللي مشات عليه، لا لشيء، فقط لان كل ما تزاد الثمن كل ما تتزاد المداخل حسب النسبه المئويه. ومن بعد قالت اودي رانا دخيت 12 مليار في صندوق المقاصه، دخيت كذا، وهذا غير معقول لانه احيانا يفقر الفقراء.